ودي العالمي. السلام عليكم. صباح النور، لاباس عليك؟ حقيقه موضوع شيق هذا. واش عندك ما تقولي لنا فيه؟ يلا عطينا شي اضافه. لا لا لا، انا متفقه معاك، لا تهضر كل اللي قلتي. في الحقيقه الا كان الراجل سعيد وشافك مع عائلته مزيانه هو غادي يكون سعيد معك. كيعجبو الحال ياك؟ بيان سور غادي يعجبو الحال. واخا ما بينش ليك ولكن هو راه عاجبو الحال. بطبيعه الحال ملي كتهلاي في الوالده ولا في الدار ولا بكلمه طيبه ولا بكادو ولا فاكيد انه باش يكون فرحان. ماشي يشوفكم جالسين كضحكوا مع بعض كوم، هذا الامر هذا كينعكس على العلاقه ديال بيان سور. اي حاجه كتنعكس، لا شافك كتحترمي والديك وكتقدريهم سوا غادي يحترمك وغادي يحترم لك سوا والديك. تماما. هذه نقطه مهمه جدا اضيفوها الى هذا الشيء كامل اللي قلنا، ان الاحترام كيكون كذلك متبادل من طبيعه الحال. اكيد اكيد. هدى مرحبا بك. هدى مصممه الازياء البلدي. مرحبا، وكتجينا اختي بالرومي كل مره بحله جديده بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. الذوق تيكون بطبيعه الحال عام. ماشي غير تبارك الله انك غزالين. حيانا عليك هدى. مرحبا بكم بالاتصالات ديالكم اللي بغيتي تسولوا على اي حاجه. جديدي باق في طانت كشيطه، مرحبا. العراسات سالا ولكن دابا جلال بغى يبداو بطبيعه الحال. اتصلوا بنا على 05 22 36 10 36 ولا 05 22 36 05 36. يمكن لكم كذلك طرحوا الاسئله ديالكم اللي بغيتوا على شكل اس ام اس على رقم 5566 ديال الدراهم تي تي سي. طيب غادي نبداو. باش غتبدا لينا لاله هدى؟ كنت نقول لك الشاف هدى. هدى معناش اليوم. لا لا لا، الشاف هدى تي في التصميم. انا في التصميم هدى اللي نعم. طيب حنا بغينا نخيطوا مثلا دابا الخريف، نبداو نفكروا في جلابه سخونه ولا نص نص؟ ايوا دابا الاحسن نبداو نفكروا في جلابه سخونه من دابا. من دابا لان راك عارفه الشتاء وقت عنده قصير ماشي مده طويله، سيغسو ان احنا في المغرب ما عندناش هذاك البرد القارس اللي كاين في اوروب وداك الشيء. يعني عندنا الحمد لله عندنا الاجواء مزيانه. دونك الا كان شي حد دابا من الان يبدا يحط هكا جلي لباس يوجدهم على تيساع باش يلاه يقدر يلبسهم من هنا شهر 12 11 1، حيت هذه هي لابيريود اللي كيكون فيها البرد. برد تمام. راك عارفه ان فوا كيدخل مارس ما كيبقاش هذاك البرد كيستاهل ان نلبسوا كاشمير ولا نلبسوا شي ثوب سخون تاع الصوفه. احسن الاثواب اللي كتنصحي بها مثلا في جلي لباس ديال الشتاء؟ هو كيعجبني هذاك الكاشمير الرقيق، كيكون او ميم طون كيسخن وما كيكونش واقف، كيكونش ثقيل. على كيكونش ثقيل لان فاش راك عارفه الجلابه في انفوكس كون ثقيله ما كيبقاش الواحد يقدر يلبسها. وسيغسو ما بقاش الناس اغلبيه مساكن ما بقاش عندهم هذيك الصحه اللي باش تلبس جلابه ثقيله ما تقدرش تجلس بها ما تقدرش تمشى بها مده طويله. تماما. حتى الناس اللي خدامين سورتو يعني تيبغوا شي حاجه خفيفه بخاتيك. كيبغوا شي حاجه خفيفه بخاتيك، يا اما تلبسها شويه تكون مقزبه مع دي بوت، يا اما تلبسها تكون كلاسيك. فهمتيني؟ دونك كاشمير رقيق هو كاشمير رقيق. وتكون كيعجبني في البرد تكون ديك الجلابه خياطه مخزانيه بديك الخرطه، ديك الخرطه تكون كاري مزيونه كتبان اصاله الجلابه وكتجي زوينه. غير هي اللي كنصح نحاولوا اننا ما نديروش الجلاب العراض بزاف، لان اون فوا كديريها عريضه واخا مخزانيه ما تكونش عريضه بزاف، ما تكونش عريضه بزاف لان المراه كما قلت لك كانت غليظه كتزيد تبينها غليظه اكثر. دونك تكون في لي ميزيور ديالها تبقى ديما كاري ولكن تبقى قريبه للطاي ديالها، قريبه للطاي ديالها ما تكونش فضفاضه بزاف لان الثوب ديجا كيكون غليظ. يعني تخيلي معايا دابا انت لبستي امينه مونطو كبير عليك في لاطا، كيفاش غتباني وسط منه؟ حيت الثوب كيكون غليظ. اون فوا كتجي وسط منه كتبدا تباني غليظه اصلا هو غادي يبينك غليظه. فوالا دونك من الاحسن ناخذوا على لاطا. طيب انا من حيث الصاله اليوم كنا غادي نتكلموا على القضيه ديال يعني الاتقان تماما. يعني على العقاد مثلا ولا السقلي ولا هو السقلي ولا الزقلي كلش يقول لي هو السقلي هو اون فرونسي فيل دور يعني هما خيوط ذهبيه. نعم. هاد الامور هادي كيفاش ممكن انها تكون متقونه غادي نتكلموا عليها من طبيعه الحال، ولكن يعني مع الاتصالات الهاتفيه. وغادي ناخذوا اول اتصال هاتفي معنا. السلام عليكم. عليكم. مرحبا. انا بغيت نسقسي هدى. واخا نسقسيوك بعد على سميتك. مع جيهان من طنجة. جيهان من طنجة، مرحبا بك جيهان، تفضلي. ربي يخليك. انا بغيت نسقسيها، انا عامله قسطان في الهوزانديا مخدوم بالراندا، ولكن خدمت له الراندا هو هذا كامله وخدمته بالذهبي والنقري. وبغيت نعملو تكشيطه، ما عرفتش شنو نعمل له من الفوق. من الفوق شنو؟ هو كامل غوزانديان ياك؟ هو كامل غوزانديان. والراندا الراندا ذهبيه ونقريه. نو الارضيه ديالها غوزانديا. غير طخرت عليها شويه البريد في المره لارجونتي والدوغي. لارجونتي والدوغي ايوا.
الطريق. أيوة. وبغيتي دابا شي حاجة من الفوق لهذا القفطان باش يولي تكشيط. نوعية الثوب اسمحي لي. نوعية الثوب ساتان دوشيز. ساتان دوشيز يعني ديجا هو واقف. هو واقف داكوغ. بغيتيها تكون نقدروا نديروا لا ديكوب يعني نديروها او نيفو غير لا جوب لتحت ولا بغيتي لا بيس تكون كاملة من الفوق لتحت؟ لا بيس كاملة من الفوق لتحت. هي اصلا فيها الراندا دونك يعني بلدية هي مش داكوغ. والفصالة ديال الدين كيف درتيها؟ تخوا كار بلي مونش شنو؟ لا نورمال عادية. عادية مجموعين شوية؟ لا ديال 20 المقاس ديالك جيهان غلي دار انا نص غير شنو طويله دونك يادي طيب باش كتنصحها اللي كنصحك بها طيب جيهان جيهان كنصحك بان ما يمكنش ديري عاوتاني فوق منها ساتان دوشيز حدا اخر ياك لان ديجا التوب كيكون واقف لازم فوق منه توب حدا اخر واقف ما غادي يسخنك غادي يصهدك غتبان شويه فهمتي تلبسه ما غتبانش دونك هنا نقدروا نديروا ان كريب كريب يكون شويه الثوب طيح لان دابا اللي ولد دابا درجه الموضه اننا كنمزجوا انواع الاثواب يعني ما بقاش بحال هذا خاصنا نفس الثوب دونك ديري ان كريب وتقدري تخدمي بحال هكا تقدري تخليه محلول باش تبان لك هذيك الراندا اللي كاينه لداخل بحال درتي الغوز ديري الكريب حاولي تدخلي بواحد لو موف واحد لو موف كيجي مزيون مع الغوز ديريه الفوق وديري غير واحد الضريسات هذوك الضريسات ديري فيه غابيل من هذاك لو غوز لو موف لارجونتي دوري وغتخليه من القدام حلو باش تبان لك هذيك الرشمه اللي درتيها باش حرام تطيع لان الا سدينا بالعقاد ودرنا ليه السفيفه ما غتبقاش تبان لك الراندا دونك دو بريفيرونس اننا نخليوه يكون محلول من الفوق لتحت ونهبطوا ليه غير ضريس يكون ماشي بدات شويه باند رقيقه لك انت كتخدم انت الراندا ولا كتعطيها لشي حد واحد 3 سنتيم ولا 2 سنتيم عاد باش ابخي دير فوق منها داك الضريس يكون هكا رقيق على شعره باش تجي تبان تخي فاوند تشكل مزيان وحنا في الموضوع ديالنا قبل ما ناخذ اتصال اخر معنا اتصال في الموضوع ديالنا اللي هو الاتقان ديال بعض الامور تكلمت لنا دابا جيهان على الراندا الراندا بغيناها يخدمها لنا شي حد شنو هي المعايير ديال الجوده ديالها بانها مخدومه مزيان معايير الجوده انا بالنسبه ليا كتعجبني الراندا على شعره لان الحرير فيه اربعه الشعرات اغلبيه الناس كيخدموه بهذاك اربعه الشعرات كاملين كاين اللي كيزيد عليه كتولي تبان لك بحال الكروشي يعني ما كيبقاش الفرق ما بين الراندا والكروشي كيعجبني انها تكون طريفه نخدموها على شعره وتحاول ديك السيده اللي كتخدم الراندا ما تبقاش تزير يديها بزاف لان قد ما زيرت يدها كيجا داك الشيء شويه مكمش ما كديش لا فينيسيون مزيانه ودابا تبارك الله الناس ولاو كيبدعوا في الراندا فهمتي راه ما بقاتش يعني الراندا باش الجماليه ديالها انها تكون مخدومه على شعره على يعني شعرة. رقيقه وتكون مخدومه مطلوقه يعني باش ما تشدش لينا الثوب كذلك وباش هي ما تجيش مزيره حتى باش ما تجيش مزيره وميم طو اننا نحاولوا ان تكون لا فينيسيون لداخل اغلبيه الناس كتلقاها كدير سيرجي صافي دير دغيا الملاقيه لا نحاول نرجع لديك الخدمه تاع زمان ندير بالمدفون ولا بداك نيو فريد نعطي شويه الوقت لابياس نعطيها فالور ماشي غير نسر بها وصافي لا حيت قد ما عطيتها فالور فاش غنلبسها هي غتعطيني فالور غتبان مزيانه وغتبان اللبسه ديالها والحطه ديالها زوينه تماما طيب غادي مشكلتنا دابا هي السرعه في كل شيء ناخذ اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم مرحبا يمكن نقصي ولا طفي راديو شكرا لك شو سميتك خديجه من مدينه اكادير خديجه من اكادير مرحبا بك اكادير مرحبا مرحبا تفضلي خديجه انا كنبغي نسول لمده على عندي واحد التويب ديال لولا وما عرفتش من الخيطه باغا ندير ليه التويب ديال لولا بغيتي تخيطي شمن لون شمن لون عندك بيج وانت اللون ديالك شنو هو سمي مرا سمرا واخا شي سؤال اخر هدى غير هو واش الثوب واقف ولا طايح شويه لولا حيت لولا كاين فيه دو كاليتي كاين اللي طايح وكاين اللي واقف المهم طايح شويه اش من خياطه ديري ليه داكوغ بالنسبه بحال لولا هذه اول حاجه هو اننا خصنا نصبنوه قبل لان لولا كما كنعرفوه انه كيشرب كاع النواع ولا اغلبيه الانواع انت الخمزه هذا فري هذا بمير شو هذا الخيط لا عندك الخيط عندك الصوف عندك كاين دي ماتيير اللي ولا بدا اون فوا كيوصلوا للماء ولا لا فابور كيتقلص الحجم ديالهم دونك من الاحسن اننا ما فيها باس نديو اي ديكغاتور نقول الله يخليك عطيه لا فابور ولا نصبنو في الدار بالليل ونعلقوه هكا باش فهمتي كي ياخذ ديالو الحجم الحقيقي واش الا ما اذا تقزم بزاف نرجعو واحد باقي ما خيطناش بعد المره سيوقعوا دي زيغور هكا كتقول لك السيده لا هذا ما محتاج كذا غير عافاك غير خيطيه لي فين فوا كنديو حتى كنخيطو وكنساليو كنديو المصبانه هكا باش يتحدد لينا كتلقاي لي مونش طلعوا كتلقايها تقزبات كتلقايها ضيقات
كتجي فريمون سي كاف كتخلعي كتقولي ما يمكنش هذا الشيء كامل. يعني دابا ولينا كيما بغات تقولنا السيده حر ماشي حر دو بريفيرونس او سورتو انا كترجع لك انت اللي ما تقدر تقول لك لا تقول انت اللي كنتي المصممه دونك خصك تعرفي هاد لا ماتيغوس انا ما عرفت انا غير قالوا لي دونك دو بريفيرونس اننا نديرو بحال السيده اللي اتصلت بينا دابا لولا. انا بالنسبه لي لولا كتجي فيه كاع الخدمات ماشي مشكل كلش الخدام يجيو نقدروا نديرو اما بالراندا نقدروا نديرو بالقطيب وندخلوا لي دي كولور يكونوا مزيونين بحال الغوج بريك بحال واحد لو فيغ ما هو بحال الوان طبيعيه على راه بعض المرات كنشوفوا غير دي فلور وكناخذوا كنتانسبيرو منهم لي كولور تماما اللي كيتماريو بحال كناخذوا كيجي مع الغوج بريك كيجي مع كيما قلت لك دابا هاد لو فيغ هادو يتماري تري بيان كيجيو زوينين نقدروا نخدموا بالقطيب القطيب حتى هو كيجي زوين فهمتي بالنسبه لهذا نقدروا نديروا شي طريزات خفافين لولا اي حاجه ماشي مشكل ماشي لها كامل الحريه لها كامل الحريه على حساب البيدجي ديالها على حساب هي الذوق ديالها شنو كتبغي داك غير هو ثاني ما يمكنش غنديروا لي شي خياطه بالبيغراج حب الدار حيت لولا ما كيكونش حب الدار يعني ديال الحضور ماشي ديال الحضور وميم طون يمكنش ثاني ترجعي غاش نقول لك انك غتمشي بيه للخدمه وخصو تخسري عليه الفلوس بزاف باش يبان كلاس هو توجو كيبقى جلابات على شاك جوغ ديال كل يوم. طيب ناخذ اتصال اخر دائما اتصالاتكم على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. يمكنكم كذلك انكم تسولوا هدى العالمي مصممه الازياء البلجي اللي معنا اليوم على الرقم 5567 اس ام اس بسجل درام تتسي باش تسولوها اي سؤال بغيتو. ناديه من الدار البيضاء كتقول لك عافاك انا جاني واحد ثوب كادو ديال جوهره غوز بارد ما عرفتش شنو ندير به واشنو اللون اللي يجي معاه توجور الغوز الغوز بارد بعدا توب جوهره غوز بارد شنو ممكن دير به جوهره غوز بارده تقدر دير به اي حاجه دير به فراشه تخدمو توني لبسه جلابه لا كاين اللي كيبغي يديروا جلابه انا فور مو ما كاينش جلابه دونك غادي يجي قفطان ولا فراشه فراشه ولا هاد البيسه ديال الدار دابا اللي ولا فوالا شي حاجه وكتقزو شنو اللون اللي غادي يجي معاه تقدر لا بغات دير الغوز مع البلون حتى هو كيجي زوين تخيطو بالبيض اولا دير تحس منه بحال هكا ساطان يكون على انه كيكون تبين الثلجه يعني نديرو ساطان تحس منه يكون في البلون وميم طون نخيطو بشويه البيض مع لارجونتي مع لو غوز كيجي زوين نقدروا كان حيت غوز بال كما قالت كيجي مع واحد لو بلو حتى هو كيجي زوين مع الغوز كيجي واحد لو جون حتى هو جون دونك اما صفر اما ازرق اما بيض بزاف الالوان يعني خاص نشوف عليه ولكن هو على حسب الدرجه الدرجه اللي بغيت نقول لك حتى الالوان اللي قلتي عاوتاني الدرجه ديالهم ماشي الدرجه يعني فاش كنقول الغوز بارد خاص نمشيو توجور تكون شي لون حاجه بارده يعني ان بلو سيال غادي بارد اللي كيجي مع الغوز ولا جون يكون بارد كيجي مع الغوز يعني ما يمكنش الغوز بارد وانا غندير لك كل اختي حاجه اخرى تماما واخا ناخذ اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا شكون معنا؟ خير لاله امينه. صباح النور. معك احلام من الرباط. مرحبا بك احلام تفضلي لاله. لاباس عليك. الله يبارك فيك الحمد لله. الاستاذه ديالنا هدى. مرحبا لاله. مرحبا شكرا. شكرا كثير على هاد المعلومات سيغتو انا نقول لكم انا سويانكا اكسيبسيونيل. مرحبا باسكو انايا ما نديش مع ما كنفهمش كومبخون غيان في الجلالب لا في الاثواب لا في حتى شي حاجه سيغتو الجلابه انا ما كنديرش الجلابه ما كنلبس الجلابه باسكو ما عرف كتجيني راسي ما كتجيش معايا. ما كنحبش باسكو كنلبسها ما كيعجبنيش راسي في الجلابه. ما عرفش وبورتون سوي ما نعرف عندي في الطول ديالي مترو 69 وفي العبار 62 زعما لا تاي ديالي زعما مزيانه وما نعرف ولكن كي ما جلابه ما تيعجبكش في الجلابه؟ كيجيب لي راسي ما كتجيش معايا كنبان بحال كنبان بحال ضعيفه بحال ما نعرف. ايوا دابا مشكله ديال الضعف دونك لا كوب ما تجيكش هي هذيك. كيف انا ما عمري مشيت ندير جلابه حتى لا شفت كنشريها طالعه باش نتقدى بها ولا نمشي نتسخر بها وما كنلبسش جلابه. دونك انت عمرك ما مشيتي صوبتيها عند خياط؟ مره فاش يلاه كنت تخطبت وما جاباش لك هي هذيك اخر جلابه ما جاباش لك هي هذيك واقيله عقدك احلام الخياطه هذا ما عندي عقده الجلابه ما كيعجبنيش وما كنلبسهاش داك الشيء دابا عيطت باش نسولها تعطيني شي نصائح وتعطيني شويه ترد لي شويه الثقه شنو اللي غيجي معايا ما نعرفش واخا بكل فرح مترو 69 في الطول ياك و62 في الوزن غادي نرجعوا باش غنجاوبوك احلام لكن بعد ما غادي تسمعي معنا شويه ديال الشعبي من اختيار كمال ونرجعوا دائما للسيليس اللي معنا اللي هي هدى العالمي ومع الشيف هدى العالمي اللي هي شيف طبعا في تصميم ديال الازياء. مرحبا بك من جديد هدى العالمي لقب انت شيف عالمي هدى عندنا في طبخه الشيف في السيليس مرحبا بك.
الله يبارك فيك أيوة. دونك غادي احلام وقبل غادي نفكركم بقى فقط اللي بغيت يتواصل مع هدى هدى العالمي اللي معنا مصممة الازياء على 0522 36 10 36 او 0522 36 0536 عبر الاس ام اس على رقم 5566 جدرام تي تي سي. احلام كانت سولات على انها فيها 169 الوزن 62 يعني طويله تبارك الله ما غليضاش نقدر نقولوا ضعيفه شويه 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 المهم ما كتخاف من جلالب والمشكل هو هذه القضيه ديال ان تبان رقيقه من غير انها كتبان رقيقه هو ان الفصاله يمكن انا على ما اظن ان الفصاله اللي كتفصلها كتعطيها شويه العرض تالمون كتبان هي وسط منها رقيقه وكتجيها جلابه بحال كتبهدلها يعني سي بسيشيك او ميم طون فهمتيني اللي كنصح كنحاول ننصحها هو ان فاش تمشي عند الخياط اللي غادي يصوب ليها جلابه انه يحاول يحترم ليها معايير الكتاف ما يديرش هذوك الكتاف طايحين باش تبقى او ميم طون سيغسو لا كانو عندها الكتاف 40 احترم لها 40 يعني خليها على كتفاتها يوم قاعدين يحاول هذاك التركيز ما يجيش كبير بزاف حتى كيهبط كتبان جلابه شويه مخنشه دونك كيجي التركيز مقبوط او ميم طون نحاولوا ان نبرزوا المفاتن ديالها الا كان فهمتي في الفصاله ديالها يعني كنشوفوا بوغ ميتر اون فالور اللي هو عندها مقاد بحال ما كانت عندها الكاش نحاولوا ندخلوا شويه في الخصر يعني كندخلوا بواحد 2 سنتيم حتى 3 لا ما كانت عندها الباصة يعني ما عندناش مشكل أننا نعطيوها الباصة عريض تهبطها كدغوات جلابة وتحاول أن تلي كولوغ اللي غد تمغيهم عديك جلابة وما تديرهاش طويلة بزاف لأن إن فوق تديرها في الأول طويلة غد تبان لها بحال غد تسخر بها كما هي قالت أنا كندير غير الصخرة يعني جلابة بالنسبة لها كتقضي بها غارات صخرة كده دونك تحاول تزيد عليها دي زاكسيسوار فاش تاخذ ديك الجلابة اللي كنطلب منها هو أن غير تعتبرها بحال شي لبسة زوينه ماشي غتقول غير الصخره تقول لها هذه بغيتها للمناسبه شي تقلب عليها شي ديساكسيسوار اللي غتمغيهم تحاول تلقى لها دي شوسيور شي ساك اللي غادي يجيها مواتي معاها باش يتحس براسها بانها لابساها وهي عاجبها الحال اما الا كانت ما هذا راه ما غتعجبهاش حيت الجلابه خاصنا بطريقه اللباس ديالها هي اللي كتساعدها اكثر وما تكونش عريضه بزاف يعني خاص تشوف شي واحد اللي عرف الصاله دابا هي اللي مهمه هي اللي مهمه جد مهمه يعني اي حاجه راه نقدروا نطلعوا لا توني تكون مزيونه غير بلاكوب ما محتاجينش ان نخسروا عليها فلوس بزاف غير الفصاله. طيب غادي ناخذ اتصال اخر دائما على ارقامنا الهاتفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا شكون معنا؟ معك بهيجة من مراكش. بهيجة من مراكش مرحبا بك بهيجة. مرحبا السلام عليكم. الله يبارك فيك شكرا. تفضلي شنو السؤال ديالك بهيجة؟ ما تبداش البرنامج عافاك شنو هو السميتو تاعك؟ ايوا غادي نراجعك الكمال حنا فين وصلنا لاكوب وصلنا وانتي باقي ما عرفتيش علاش كنهضرو على لا على جلالب ومعنا مصممة ديال الازياء هدى العالمي من طبيعة الحال لكل من يرغب في انه يفصل جلابه ولا قفطان ولا تكشيطه ولا شي حاجه ديال الدار فراشه. مرحبا طبعا معنا هدى باش غادي تجاوب على كل الاسئله ديالكم اللي كنستقبلوها على 0522 36 10 36 او 0522 36 0536 وكذلك عبر الاس ام اس على رقم 5566 جدرهم تي تي سي. اذا كنا تكلمنا على الراندا وتكلمنا على طريقه الخدمه ديالها في موضوع ديالنا هو موضوع ديال الاتقان غادي نتكلموا على السقلي كذلك قبل ما غادي ناخذ اتصال اخر. السقلي هو السقلي كان حاضر معنا من زمان امينه اول نوع السقلي اللي كان ظهر في عهد مواتنا وجدودنا كان الهيبي كان سميتو الهيبي يعني هذا النوع السقلي كان كيكون خيوط ذهبيه كتسمى خيوط من الذهب كانوا كيتشلاو نسب الذهب لا ماتيغ الذهب كانوا كيديروها غير الملوك والوزراء شكون فوالا ابخي ولاو الناس كيبغيو يخيطوا ديك الخياطه من بعد جا ليون كان كيقولوا ثاني ليون هو جا نسب لمدينه ليون في اللي كاينه في فرنسا تما كان واحد ليوزين اللي كانوا كيصيبوا فيه هذاك السقلي كان كيتشلل بهذاك الذهب مدينه ليون ابخي عاوتاني دابا ولينا كنسميو الباطو يعني عجب لحد الان راه باقي الهيبي وباقي ليون مي الثمن شويه غالي وباقي لحد الان كنخيطوا به دابا ولا الباطو الثمن ديالو ماشي غالي بزاف يحب الناس بزاف كتقول لها سقلي حر كتخلع على دم كتقول لك لا مايمكنش نخيطو بسقلي سي الشيخ ما غاليش انا كنقولها من هاد المره ماشي زعما شي بيدجي كبير لا بغينا نخدمو به غير هذا كل يعني سقلي حدا اخر هو اللي كنسميو حنا كيوتاكس هو ارخص ما كاين في السوق ولكن الدرجه يعني ما كتكونش كاليتي مزيانه كيبدا يتقشطر كيبدا يكشف لي اللون ديالو بعد ما سي الله باقي حنا كنخدمو به ولا كولور كتبدل غير هو اللي كيساعدنا ان فيه بزاف الالوان اللي ولينا كندخلوهم دابا يعني الوان السقلي كاين فيه الخضار كاين فيه بزاف الالوان اما السقلي راه كيبقى توجور الباطو فيه الصفر وكراميل ودوري نعم ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
مرحبا. طيب كنقطع الاتصال مرة أخرى. حد سعيد الاتصال بينا مرة أخرى على 05-22-36-10-36. غنتكلموا على العقد معك هدى العالمي، ونذكروا أنه يمكن لكم كذلك تواصلوا مع هدى العالمي مصممة الأزياء على الرقم 556 SMS من مسجل درام تتسلم. ما حالفكمش لحد أنكم تواصلوا معنا من خلال الهاتف. بالنسبة للعقد كذلك كنا عقدة دابا ديال العقد، ومن الناس كلهم كيتشكاو كيقول لك علاش كلبس الجلابة كنلقى العقد كلهم خسروا لي تماما، كيتحلوا مع الصابون خصوصا. انا كان كونتر جلابة لادام جيت صبنا في الدار ولا ديرها في لاماشين لافي. بحال هاد السيمانه جات عندي واحد السيده، جات عندي المحل قالت لي انا خديت من عندك هاد القندوره وكي ولات لي هكا. قلت لها ما يمكنش انها ترجع بحال هكا، شنو درتي لها؟ درتها في لاماشين. وكيفاش غتخيلي لاماشين اللي فيها واحد الحراره سخونيه زيدي عليها الماء، يعني الثوب كله كيتجمع، العقاد كيخسروا، يعني نحترموا هذيك نديوها للدغريساج، نديروا لافاج سيك تادو، يعني باش كنحاولوا اننا نحافظوا على ديك لابيس، نحافظوا على طريقه التصبين ديالها. لان كاين حنا دابا عندنا دي توني اللي ما كيتصبنوش غير كيديطاشاو، كيكونوا متقلين بالحجار، كيكونوا لا ديناهم صبناهم صافي راه مشات ديك لا توني اللي كتكون قيومه عليك بالملايين. يعني خصنا نحاولوا فاش نمشيو عند ديك المصممات ازياء اول حاجه ناخذوا استشاره، نقول الله يخليك كيفاش غنقدر نصبن هاد لابيس، واش بالماء واش لافرسيك واش ندير لها هذا، وتحاول تيا تنصحها بالمصبانات اللي كاينين دابا اللي كتعامل معاهم يكونوا كاليتي مزيانه. بحال العقد اغلبيه اللي كان باقي لحد الان الناس كيتقدوا هاد العقد، كتلقايها العقده كيخدمها على الطرف ديال القاعط ومكتوب ستيلو. كتلقاي الله جلابة تصبنات كيخرج هذاك لا كولور ستيلو، كتخرج صورتو الا خدمنا شي عقد في البيض ولا بيج ولا غوز بارد، كتلقاي داك المداد كيطلق في هذاك اللون شويه، ولا كي اللي كيدير التيو. احنا كيقولوا هو داك واحد الجابه رقيقه هكا كنقطعوها وكيخدموا عليها العقده. كاين لان كيعجبني هما العقاد صمة، يعني كتكون العقده قاصحه صمة رقيقه، هما اللي كانوا زمان والدينا كتلقاها مخدومه باتقان، واخا الخياط الصانع انه يقطعها انه ما كيبقوش داك الخيوطه كيجوي، يعني كتكون ذات جوده عاليه. حيت بحال دابا باغ اكزومبل امينه جديت غير شعرنا ضفرناه وما قبطناش البلاستيك، راكي عارفه كله غادي يتحل تماما نفس الحاجه. يعني نحاولوا ان ديك العقده نعطيوها واحد الوقت ونخدموها مزيان ونبرموها، يعني نبرموا داك الحرير مزيان باش ما يجيش دغيا يتحل لينا، ونحاولوا نطرقوا داك الشيء اللي كيخدمنا عليه اما تيو. انا بوغ مو ايفيتي جورنان وايفيتي داك، يعني احترامي للناس اللي كيصايبوا العقد، حاولوا نحاولوا نخدموا باتقان الله يجازيكم بالخير. يعني ما نخدموش على القاعات ونخدموا على الستيلويات وداك الشيء، لا يا اما ندير التيو يا اما نديروا دابا وكيل العقيق، ولا كنخدموا على العقيق ولا الجوهر حتى هو كنخدموا عليه عقده كتجي قاصحه، واخا خصك مطرقه باش تهرسها باش يلاه تخسر لك العقده. وداك الصانع حتى هو يخدم مزيان العقده، عطاه شويه الغراز ماشي غير يدوز على مرور الكرام جوج غرزات ويكمل. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. الو مرحبا. السلام عليكم للا امينه. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير. الله يبارك فيك. شكون معنا؟ معك امينه من الرباط. امينه من الرباط مرحبا بك. صديقه البرنامج. اهلا وسهلا للا امينه. صباح الخير للا امينه. مرحبا صباح النور. مبروك عواشركم. الله يبارك فيك. شويه خير ان شاء الله. مرحبا. ما تعجبنيش الحب نبارك لك في الوقت. مرحبا 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 مرحبا. الله يبارك فيك. وكي دار الوليات. الله يبارك فيك. شكرا الله يجازيك بخير. كنشكركم على هذه الاذاعه، تنعسوا بها ونفيقوا بها. ربي يخليك. شكرا جزيلا لك. لا تقطعت علينا يمكن ما غاديش نفيقوا كاع. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك لاله امينه. وي حبيبه بغيت نهضر مع هدى. مرحبا. مرحبا لاله. مرحبا. وي لاله هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنشكرك لاله بزاف على هاد المدرسه ديالك، هنا كتعطينا انت كتورينا كيف نلبسوا في هاد الاذاعه. مرحبا بكم لاله، هذا بفضلكم. شكرا لاله. لاله حبيبه عندي واحد الثوب. وي لاله. خديته ديال جلال بعدا ما عنديش الزهر في الجلال باش نخيطهم بالثمن وما كيسقطوش. عندكم جات الصباح الزهر مع الجلال. وي لاله والله القسم اختي اللي شبعان فيهم على البلاكار. لا غير وقال لك تصادفوا مصممين اللي ما كيشجعوكمش انكم تلبسوهم. والله يعني كنشوف الناس لابسينهم وتنعشق ديك الجلي اللي باكينا في الناس جات معاهم، وكنشري الثوب بالثمن ونخيطو بواحد الثمن ونجيبها للدار ويشبع فيها البلاكار، لان كنلبسها ما كتعجبنيش. من ناحيه اش؟ من ناحيه الفصاله؟ من ناحيه يمكن تيخسر عليا في الفصاله، ما تيدير عليا واسعه ولا تيدير عليا ناقصه ولا تيدير عليا طويله ولا ما غتكونيش امينه شويه عامره في الوزن ديالك؟ لا 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 عندي الوزن، عندي الطول بعدا 1.69 والوزن 75. داكوغ دونك ماشي عامره بزاف يعني عاديه.
وي انا دابا واخده واحد التويب والله شي دابا جايه ل 6 شهور عادي هو في البلاكا كتفكري وي وانا تنفكر واخده واحد التويب عندي في الشيبي يا لالا ديال سميتها ديك المبره مليفه كاليتي مليفه وي ومشاو فيها واحد الطرز في الدوغي بغيت نديرها بالقفيطين بغيت نديرها بالقفطان هذيك الدروزه خديت لها حتى القفيطين بارد شويه في الدوغي لا واش دابا بغيتي ديرها جلابه امينه ولا بغيتي جلابه قفطان بغيتها جليلي بالقفطان دونك هي غديريها جلابه وغديري تحت منها قفطان ساسا يعني غديريها هي بالقفطان لا كتلبس بالقفطين ديالها وشي شويه تكون مفتوحه يعني القفطان نص من الحزام ولتحت يكون محلول داكوغ او ميم طون غتبغي ديري الفوق هذاك المليفه واش مليفه سخونه لا دايره راهي فشويه هذيك المليفه يعني تاع دومي سيزون يعني ماشي تاع البرد لا ما يمكن في وقت اللي بحال دابا تلبس ملي كيكون داك البرد الحار ما يمكنش تلبسها ما يمكنش تلبسها حتى لا كولور ديالها ماشي تاع البرد لا لا ماشي شي بارد يعني ماشي طريزات في الدوغي هي في الدوغي خديت لها قفطان بارد في الدوغي دونك علاش كنا خديتي لا غير قفطان في واحد لو غوز بال كيجي زويون مع هاد الشيبي وي ما عنديش مشكل عطيتيني انت انا دابا انت الاستاذه ديالي انت عطيني شنو ندير معاها مرحبا دابا نفضلك انا بحال دابا تقدر تاخذ لها قميص في الغوز بال ياك او ميم طون ديك جليليبا اننا ندخلوا عليها شويه التنبات يعني ديجا في هذوك التريزات ندخلوا عليها بيرلاج اما بيرلاج فيه شويه لو غوز مع شويه الشيبي مع شويه واحد الحجيره بحال ابي يعني مخلطين وخدميها تقدري تخدميها غير طونسيغ طون يعني ما تدخلي لا غوز لا والو في الخياطه خدميها غير بهذاك الشويبي هابط لتحت دو بريفيرونس يعني نخدمها بالتزايري تزايري كيعجبني انا الضفيره يعني شي حاجه اللي بلديه او ميم طون زويونه كتبقى ما كتموتش بهذوك العقيده تصممين رقاق بالقيطان يعني نخدمها فينيسيون مزيانه غتبان وندير لها داك البيرلاج وديري لها فتحه عاليه بحال هذاك القميص لتحتاني ما محتاجش زعما تا هو انفيستي في شي حاجه كثيره كما قلت دابا قلتي كتانفيستي في جلالب بزاف الثمن وفي الاخر ما كتلبسهمش يعني خاص اللي كيهمني انا هادشي كامل وانا خاص الفصاله تواتيك ولا بدل قولي لي الله يخليك قبل فاش تفصل ليا بغيت ندير لها سيرج بغيت نقيسها باش تعرفي في القياس تشوفي شنو هما الحوايج اللي عند العلماء لا خاص تقيسها تخيطها قبل ما تقيسها ولا بدا امينه انا كنصح كل سيده انها تمشي عند الخياطه ديالها ولا المصمم تقولي الله يخليك انا ها هو اللي مازال خديت يوم بغيت نقيسها قبل ما توقفها ليا باش كتبان لي شنو هما اللي دايرين ايوا خاصها تقيسيها عاود مره وزوج وثلاثه وما كيجيب ليكش يعني الفصاله هي هذيك لا 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 ما يمكنش خصوصا المشكل ديال التركيز ولا لا لا شوف اون فوا كدير لها سياش لادام كيبان لك شنو هما لي ديفو كيبانوا لك بحال كاينه هذا كتقول لك لا بغيتها مضيقه حيت ثاني حنا النساء كل وحده كيفاش كتبغي كي كتبغي شويه عريضه كي كتبغيها مضيقه يعني كنبقاو نديروا بهذاك الباتي كنخدموا لي ميزور اللي بغات السيده او ميم طون يعني ديك المصممه انها كتكون مع داك الصانع ديالها كاينه الكومينيكاسيون ما تعطي لا بيس وتقول لها كسير انت قدي لها شغالها وصوبها راسك لا تقول فوالا احترمي هاد المعايير رد البال هادي عندك هادي راسي ديجا من هنا عريضه يعني فهمتي كتقاد كدير ليها هذا كتريك البياسه ما كتخليهاش هكاك تعطيها ليه ويخدمها نعم طيب ناخذ اتصال اخر هدى السلام عليكم سلام لله صباح الخير اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا شريفه من الرباط شريفه من الرباط مرحبا بك لاله تفضلي كنشكرك على هذا البرنامج مرحبا هدى مرحبا الله يخليك بغيت نسول باختصار على الخياطه اللي دارجه دابا بالنسبه للشتاء ديال هذا العام والخريف ديال هذا العام الخياطه اللي دارجه واخا شكرا لله مرحبا بناس الرباط هذا النهار اتصلوا بنا الناس من الرباط بزاف امينة مرحبا 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 بكم لاله مرحبا بالنسبه للالوان اللي دارجين نهضروا على الالوان اللي دارجين الموضه في هذا البرد كاين دابا واحد الموطارد كاين البرون توجور اللي كيبقى حاضر كاين الوان اللي بحال واحد لو بلو بلو ما هو بلو غوا ما هو بلو موف هادو الوان اللي هذا العام دارجين على الموضه ماشي بلو غوا ان بلو موف بلو موف وي كاين اللي الناس اللي كيشوفوا كيقول لك بلو غوا وماشي بلو غوا ستان بلو موف يعني مخلط الموف مع لو بلو عطاونا ديك لا كولور والبرون بالنسبه للخياطه اللي كاينه انا اللي كنصح الناس يعني ما كاينش غتبعي الخياطه اللي دارجه على الموضه كل واحد كي على حساب الخياطه اللي هو غتواتيه يعني المناسبه اللي غادي يحضر ليها واش قرح واش فرح فهمتيني يعني حسب الجلابه اللي بغيتها من المناسبه بحال دابا انا كنصح لها يعني اي وحده عندها في الكادغوب ديالها خصها تشوف يكون عندها جلابات ديال المناسبات السعيده جلابات الخدمه جلابات الاحترام فوالا ولا جلابه تاع لي جوغ ولا جلابه اللي غادي الخدمه دونك على حساب لاش بغيتها بعدا من المناسبه باش نقدر نقول لك انا بغيتها لهاد ثلاثه المناسبات بغيتها وحده للفرح وحده للخدمه وحده
دائما ثلاثه داكوغ على مرحبا. بالنسبه بحال جلابه عاديه ياك اللي كتبقى تاعتو لي جوغ، اننا نحاولوا ما نتقلواش في الخياطه، ما نتقلواش في الطرز ولا بالتنباس ولا بشي حاجه، لا نخليوها تكون عاديه بحال اللي خدينا توب يكون امبريمي. نحاولوا نديروا الخياطه تكون اوني، ما تكونش ترو شارجي. الخياطه داخله فيها الفصاله، بغيت حتى الفصاله نوع الفصاله ما يمكنش انا نقول لك نوع الفصاله اللي ما شفت الثوب، نوع القماش ونشوف كو ميم طون. يعني انت يعني الفصاله ديال كيفاش دايره، واش فهمتي؟ دابا انا كنقول لك الخياطه اون جينيرال. داكوغ، المهم اون جينيرال الخياطه اللي كاينه دابا في البرد هو كتكون جلابه بالخرطه. بالنسبه للنساء شي اغلبيه النساء كيبغيو بحال هكا جلابه بالخرطه، كتكون كاين اللي ما كيتقبلش الخرطه كاري، كتكون شويه فيها العرض، كنديروا الخرطه دايره هادي. ثاني حاجه كاينه جلابه دغوات، يعني جلابه ايفازي ما كاينش في البرد. بالنسبه للسوق كيكون التواب شويه سخان وداك الشيء ايفازي ما كتجيش، تكون جلابه. كاين جلابه اللي كتلبسوا مع تولي جوغ اللي كتكون شويه مقزبه افيك دي ميني بوت، كتلبسي معها دي ميني بوت. كيبقى جلابه بحال اللي كتكون اوني، نقدروا نديروا فيها زوقات ديال المعلم فهمتي، نقدروا نماغيو معها دي كولور حدا اخرين تاع شي توب قماش اخر، ندخلوا معها دي بوند ونخدموا عليها بالضفيره ولا بشي صفيفه رقيقه ولا شي غالون اللي نديروها بالجناب، ونديروا دي موتيف بزوق المعلم فوق من هذاك التوب الاخر باغ اكزومبل. كيكون هادشي فهمتي يعني على حساب هادشي كامل. كيما كنقول خاصنا نشوفوا التوب ونشوفوا، خاصنا جلسه معاك باش نشوفوا بعدا كي انت الشخصيه ديالك وشنو الالوان اللي كتحبي وشنو فهمتي. ما يمكنش انا كنبغيش دوك الالوان اللي فيف، الالوان اللي مشعشعه بزاف، كنبغي الوان شويه ديسكري يكونوا الوان هادئه. داكوغ. كاين عاوتاني كاين اللي كيبغي يجلي لباس كيبغي الراندا، بحال الراندا راه فيها بزاف الاشكال وفيها بزاف الانواع. كاين الراندا اللي مدخل مع الزواق تاع الناس. انا على الخياطه اللي دارجه دابا، الخياطه اللي شوفي شريفة كل شيء دارج على الموضة. خيطات البلدي كيبقى كاستيون دي غو، على حسب ذوق السيدة هي كتقدروا ذوق السيدة هو اللي كيفرض علينا كيفاش. مثلا عطيها شي حاجة تقدرها بحال دابا جلابة الراندا، الراندا كاين فيها بزاف، كنا كنخدموا لاباط بهذيك على شعرها، كنديروا الجناب ديالها بزوق المعلم، كاين اللي كندخلوا في الراندا واحد البيغلاج كناخذوا شواغوفسكي. ولكن الراندا دابا ما غاتجيش مع الخياطة الشتا دابا. علاش؟ علاش كتجي زويونة؟ كتجي زويونة، كتجي رائعة. كنخدموا حنا كاع في لي كاشمير، كتجي غزاله بواحد الوقت المعلم، كتجي روعه سيغسون تخدمي طون سيغ طون وكتمشي في السيل ديالها. انا بغات شي حاجه فوالا تخدم طون سيغ طون، بحال كان عندك غير الباج تخدمي باج بالباج ديرها مع وقت المعلم والراندا او ميم طون، كتجي شي حاجه اللي ما كايناش في ما دارجاش بزاف قليله فهمتيني. كاين عاوتاني جلابه الحضور، كاين اللي كندخلوا فيها التنبات، كاين اللي كتجي فيها شويه ليبريد مع شويه الطرز مع شويه التنبات فهمتي. كاين المهم كاين بزاف لي موديل، كاين بزاف. امينه امينه معك حلقه يا ما شاء الله. وفي الخاصه ديال الحضور ديال الخدمه لان لا عطيتها الشكل عطيتها تاع الخدمه هو هذاك امينه، هو اللي تكون جلابه تكون سور ميزور، كتكون شويه مقزبه اللي تلبسها مع دي ميني بوت كما ما يكونش طوال بزاف، هادشي براتيك انها تلبسها ما تكونش فضفاضه بزاف. عطيتها مثلا ثلاثه الشكال، مثلا هذه ديال 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 الدار شمن خياطه دير؟ الدار ما كاينش جلابه يعني ديال اليومي زعما شنو دير لها شنو خياطه، وعطيها اقتراح ديال الخدمه بحال دابا اقتراح ديال الحضور. داكوغ، بحال دابا كانت تو لي جور نصحها دير جلابه ديال القطيب، ديال القطيب قطيب على شعره بخماسيه رباعيه سداسيه، داكشي يكون رقيق وطريف كتجي زويونه حلوه. بحال جلابه الحضره تقدر دير تدخل فيها يا اما الطرز يا اما التنبات، تقدر تدخلهم كاملين زوقات المعلم مع شويه التنبات، هادو كاملين كيمشيو. بالنسبه للخدمه كيبقى ميم برانسيب، غير هو يعني بحال الاولى اننا غير لا كوب اللي ما نقدروش حنا في الخدمه لابسين جلابه طويله. امينه ما يمكنش اكيد ما يمكنش من نوع الخياطه دير فيها، يعني تحاول دير جلابه تكون شويه مقزبه. والخياطه خياطه يا اما ديرها زي بالقصيب، يا اما ديرها بالضفيره، يا اما ديرها بشي سفيفه رقيقه، يا اما ديرها بالراندا على شعره ولا راندا على شعره، يعني تكون زويونه. يعني تاع الخدمه ما يمكنش غنديرها ترو شارجي، أيوة. تكون شويه سامبل. وديال الحضور شي اقتراح باغ اكزومبل دير فيها البيغلاج هادي، تقدر دير فيها الطرز، تقدر دير فيها زوق المعلم فهمتي. كاين بحال دابا تكون ثقله شويه ماشي مشكل باش تجي عاطيه للعين، ونقدروا ندخلوا فيها دي كولور، يعني ماشي نبدا نخدموا طون سيغ طون ديال الحضور، نقدروا شويه نوزيو فيها ونديروا فيها دي كولور حدا اخرين، نبطنوا لهذاك القبيب بوغ هذيك لاسوش، نديروا فيها شي قميص نزيدوه فهمتي، نزيدوا عليها باش كنحلقوها كتبان. حيت كاين ما كيبغيش يلبس فراشه في الحضور، كيبغي يلبس جلابه، يعني جلابه نبتكروا فيها ولكن يعني تكون ديال الحضور نيت. طيب معنا دائما مصممات الازياء هدى العالمي، اتصالاتكم 05 22 36 10 36 او 05 22 36 10 36. يمكنكم كذلك انكم تواصلوا معنا من خلال اس ام اس على رقم 5566 ديال الدراهم تي تي سي،
فاطمة من مراكش كتقول عندي توب توب خفيف بغيت نديرو قندورة للدار أنا بيضة باش كتنصحيني اش من لون توب أمينة؟ قالت غير توب خفيف ما قالت لناش اش من دونك بيضة غادي هو تواكع لي كولور ماكاينش مشكل ماكاينش مشكل دونك بالنسبة للفصالة ديالها ما عرفناهاش الطول ديالها واش غليظة ولا رقيقة يعني باش دير قندورة للدار ما خصهاش تكون مزرزرة بزاف في الارض يعني خصها تحاول تكون شويه الطول يكون ناقص لان غتبغي تدور بها في الدار تحاول لك ما يجيوهاش طوال بزاف دير شي مقزبه فهمتي يعني تحاول دير شي قندوره بحال الكيمونو بحال قندوره تونسيه باغ اكزومبل كتجي مزيونه حتى كتلبس في الدار وكتجي براتيك تقدر دير سروال الجيريان يعني فهمتي مع الفوق ديالو لو او دير ليه واحد الاكسسوار مجيدي حتى يتلبس في الدار كيجي حتى هو مزيان كاين بزاف الفصالات اللي غتواتيها يعني تالي كولور مع تبارك الله يا بيضه كاع غادي واسع غير اللي كنصحها ما تديش فراش واحد الداريه يعني بداك الشيء راك عارفه التوا بزاف وكثار ديال الدار كتكون خفيفه تكون شويه خفيفه والكم ما يكونش طوال لان اي حاجه تغير الطاش عليها سي ديفيسيل سورتو الا درتها بالبيغا سي ديفيسيل باش نديطاشيو لي طاش يكونوا سورتو ليدان شوكولا طيب غادي نرجعوا لك نكملوا معاك هدى العالمي بعد لحظات اكيد دائما في شدر الاسره على هدى العالمي مرحبا بك من جديد هدى مرحبا امينه طيب غادي نكملوا معاك طبعا اخر اتصالاتكم غادي ناخذوها على 05 22 36 10 36 ولا 05 22 36 05 36 كذلك يمكن لكم انكم تواصلوا مع هدى العالمي على رقم 556 اس ام اس ثمنه 6 درهم تتساوى اس ام اس من عند رجاء بني ملال كتقول عندها توب كتقول واقف شويه كتقول في اللون بلو سيال بغات ديروا قفطان وما عرفتش شيش من الخياطة دير ليه كتقول أنا سمرة شوية بلو سيال سمرة شوية مزيان مزيان بلو سيال مزيان دونك التحسانية ديالو تحاول دير ديكولوغ تا هما يكونوا ديكولوغ باستيل ايوا بحالو غاديين فيه خفاف يكون تا هو غادي خفاف بالنسبة للخدمة أي نوع الخدمة تجي مزيان ما عرفناش واش هي غليظة ولا لا أمينة لا ما قالتش بحال كانت غليظة عندها صدر شوية هكا تحاول أنها ما تركزش على الصدر لأن قد ما في الـ في الـ في, الـ في الخدمة على خدمنا الصدر كيولي كيثير الانتباه الناس كلهم كيشوفوا ناحية الصدر يعني تحاول دير لتحت ولا تخدم الظهر لي مونش ولا دير كاين دي موتيف اللي كيجيو هابطين من لي زيبول هابطين الكمايم هذه بالنسبه تقدر تعطي الله دير في بحال هكا البغودغي مع البيغلاج دير لي زواق المعلم اللون اللون اللي غادي يجيها مع البلوسيال كيما قبيله امينه راه حتى اليوم عندنا بزاف غير البلوسيال اي البلوسيال غادي يمشي مع قال يكون باستيل لو روز بال هذاك لو جون بوسان هابط هو بزاف لي كولور اللي كيجيو مع البلوسيال نقدروا نخدموا تحت منه لا بغينا بحال هكا شي كولور يكون فيه دي موتيف امبريمي لو جوسي تحتاني يكون امبريمي طيب نقدروا بحال دابا الا كانت هي ما بغاتش كانت عامره تحاول تركز على القفطان التحتاني هو اللي تخدموا بسلتاها بالطاب البيغلاج وبالزواق والفوقاني تيفيتي تقدر تعمرو كانت ضعيفه يعني دير فيه دي موتيف بغات فيه العرض تحاول انها دير فيه الخريطات دير فوق باغ اكزومبل ان هي المهم حنا غنتخيلوا ان ما عندناش معلومات كافيه بحال كانت الفوق عامره شويه والتحت عندها رقيق يعني هنا نقدروا نديروا الفوق كيكون عادي ايفازي كتوصل حتى لعند لا تاي كنخدموا كنديروا لا ديكوب ابري لا جيب كنديروا فيها دي بانو يعني بحال بالخراط باش كتعطينا داك الفوليوم لتحت وخاصه دو شيز يعني كيعطينا الفوليوم وما كنسدوش الفوقاني كنخليوه مفتوح ولا نقدروا نديروا لتحت جيب سيركولير باغ اكزومبل كانت قصيره كما كنصح دائما ان المضمه تحاول تهبطها شويه باش ما تبانش قصيره واخا تلبس لي طالون كانت طويله مزيان دونك هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيها نعم ناخذ اتصال السلام عليكم الو السلام عليكم مرحبا معكم اخت نوال كنشكرك هدى بزاف على النصائح اللي كتعطيها مرحبا بك مرحبا نوال زينا بزاف نعم مرحبا انا بغيت نقول لك عندي توب ميبرا عندي لون كحل ومحتاره شنو ندخل فيه الخياطه شنو ندير فيه اللون البشره اللون البشره ديالك شنو اللون ديالك بيضاء بيضاء دونك غادي يجيك لون واغ غزال ما شاء الله بالنسبه لنا وتناخذ لا الاسود بعدا غيجيك زوين الاسود غادي يجيك مزيان دي اول حاجه ولكن باقي ما خديتوش يعني باقي عندي كيخديتو باقي داكوغ بالنسبه عامره ضعيفه عامره شويه المهم ما ضعيفه ما غليظه حيت الفلوغ انه الكول كيلصق فهمتيني يعني كيبين فيها لا طاي
غتحاولي انك ما تسديش حيت قد ما سديتي كتبان كلصق شويه فهمتيني غتبان لك لاطاي ديالك الكتيبات ايفيتي انك ما تبينيش دي ديفو بالنسبه تقدري تخدمي بالالوان يعني بتوركوا يا اما من ناحيه البيرلاج يا اما من ناحيه الطرز فهمتي زوقت معلم ولا شي حاجه كتدخلي فيه لي كولور النوار كيجيو مع لي كولور تقدري تدخلي مع لو فير لو جون لو روز لو تيركوا يعني هاد لي كولور كلهم كيتماشاو كيتماشاو مع الاسود وبالنسبه للخياطه واش نديرها عريضه يعني شي حاجه فوالا هنا بالنسبه لك انت الفوق كنتي لي عامره شويه لكن انت عامره شويه حاولي ما ديريش الخياطه عريضه بزاف لان غادي تبينك عرض فهمتيني حاولي ديريها رقيقه وحاولي السلته ما ديريهاش حاولي ديري اي حاجه ديريها بالطول بخطوط الطول باش تباني طويله باش اللي غادي يثير الانتباه هو الطول ديالك فوالا مزيان حاولي ديما ديري خطوط الطول حتى في الرشامي ديري هذا جيوميتريك ما ديريش ورادي ولا شي حاجه ديري ديسان جيوميتريك اللي غتباني الطول شي سلته اللي فهمتي اللي تكون جيوميتريك طالعه هكا حتى في الخراط حاولي ديري فيهم يا اما بيرلاج يا اما زوقات المعلم في الخرطه باش هي تعطيك الطول فهمتيني الخرطه حيت على حسب نوع الفصاله اللي غتجيك اما يقدر يدير لك الخرطه اما يقدر غير هو جيب سيركولير بعدي منها شويه جيب سيركولير كتبين لواحد في قصر فهمتيني يعني غير يعني بلا ايفيتا شويه ديما خليك الا دخلت فيها الضفيره تجي فيها لا لا تجيك الضفيره بحال دابا نعطيك باغ اكزومبل ان هاد التوب نوار تقدري تخدمي بضفيره ارجونتي وضفيره كراميل ياك وهذاك القطن كراميل وهذاك القطن غتخدمي فيه النوار والكراميل والارجونتي وكيفرق ما بين هذوك جوج ضفير غتجي حلوه تقدري ديري صفيفه رقيقه وديري تابعها الضفيره المهم انا كنوريك الطريقه زعما ديال الخياطه حتى هي كتجي مزيونه رقيقه صفيفه رقيقه وديري قطن ابخي ديري ضفيره رقيقه ياك وفي هذوك الخراط طلعي بهم شي ضفيره ولا شي صفيفه ولا شي موتيف على حسب البيدجي ديالك ديما حاولي تعتمدي على الطول باش تبان طويله تحت الجلابه تحت الجلابه يعني بلا ما نخدمها من التحت تبقى كيبقى كاستيون دو بيدجي يعني على حساب بغيتي تغليها راه انا ننصحك نقول لك خدميها من التحت فهمتيني ما تبانش الا كنتي غتحلي القفطان باغ اكزومبل خدمي من التحت فهمتيني على كاين اللي كيبغي يحل من حد المضمه يعني بلا ما تخدمي حتى الفوق خدمي غير على حد المضمه وحبسي فهمتيني تقدري ديري فيها افتتاحات في الجناب يعني القفطان ديري فيه افتتاحي في الجناب كيجي زوين انا ما بغيتش ندير قفطان بغيت ندير جلابه بغيتي ديري فيه جلابه وانا نصحك نعطيك نصائح ديال القفطان وعاودي لي دابا جلابه زعما نقولك نعطيك نصائح القفطان دونك ماشي مشكل الا كانت جلابه ديري طريزات غير في لي مونش بلا ما تدري السدر بلا والو ديري غير لي مونش بارك عليك وفي هذاك التحتاني القميص ديال التحتاني هو اللي ديري فيه شي حاجه شي سليسه هابطه لتحت فهمتيني بحال هكا ما كاين حتى مشكل مرحبا لالي مرحبا كنشكركم بزاف مرحبا اهلا وسهلا شكرا لك شكرا 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 على تواصلك معنا وكنشكرو كذلك هدى هدى العالمي اللي هي مصممه الازياء واللي كانت معنا في حلقه اليوم كنشكرك جزيلا على تجربتك ممتعه ممتعه معك لاننا كتعطينا الثقافه ديال 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 الخياطه والصاله مرحبا بكم امينه باش ندخل نقول واخا خصنا نمشيو عند هدى ديريك بحال بحال هدى اللي داري تبارك الله عليك هدى مرحبا وشكرا لك ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه مقبله ان شاء الله طبعا